عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسة الكتاب المقدس. احنا حاليا في دراستنا لإنجيل مرقس، لكن قبل أن نبتدي النهاردة اسمح لي أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخ عادل حبيب أهلا بك. أهلا بك يا خاصة. أخ مدحت حلمي أهلا بك. أخ يوسف رياض أهلا بك. أهلا وسهلا. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ 12 أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. أخي مدحت، احنا حاليا في أصحاح 10 من إنجيل مرقس، وهنبتدي النهاردة بالأعداد من 28 ل 34. الأعداد دي بتتكلم عن رد فعل التلاميذ وعلى رأسهم بطرس للكلام الرائع اللي قاله الرب يسوع في الموقف اللي فات اللي سبق دراسته في الحلقة الماضية، لما جاله الشاب الغني، وبعدين ابتدى الرب يقول عن صعوبة دخول ذوي الأموال لملكوت السماوات. فيقول لنا الكتاب في عدد 26: فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. كان رد فعل لبطرس أنه ابتدى يسأله، يقول له، يقول له، ابتدى بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. كأن بطرس عايز يقول يعني الشاب الغني ده ما قدرش يترك علشانك حاجة، لكن برضو احنا افضل بما لا يقاس، يعني احنا تركنا كل شيء، مش تركنا بعض الاشياء، احنا تركنا كل شيء. الحقيقة انه يعني طبعا لما نشوف للي تركوا بطرس، وضع بطرس ما كانش الوضع يعني الرهيب العظيم. بطرس اللي تركوا يمكن شبكة وسفينة، يعني مجرد وظيفة، مش يمكن بطرس ما كانش عنده سفينة، إن يوحنا ويعقوب غالبا هم اللي كان عندهم يمكن سفينة، يمكن ما كانش يمتلك سفينة، كان موظف، يعني كان مجرد صياد، يعني مش وظيفة عظيمة جدا. لكن الرب يسوع في نعمته، في نعمته الغنية جدا، يرد عليه رد في غاية الروعة، رد لغاية النهاردة احنا بنشوفه واقع عملي حقيقي ملموس في حياة كل شخص تبع المسيح. كان ممكن الرب يسوع يقول له: بطرس يعني انت تركت ايه؟ ممكن يعني يا بطرس ده انا متكفل بيك، وانت محتاجتش حاجة وانت معايا. لكن الرب يسوع قال له: لا، الحق اقول لكم، ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجلي ولاجل الانجيل الا ويأخذ 100 ضعف. هي ان احنا بنشوف الكلام ده بيتنفس حرفيا النهاردة. كل شخص ترك أي شيء من أجل المسيح بيتعوض بما لا يقاس، وبيتعوض 100 ضعف. رب يسوع ما قالش أنه حياخد قده أو حياخد أكتر منه، لكن قال 100 ضعف. كل واحد ترك أب أو أم أو أولاد أو 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 بياخد إخوة، بياخد محبة، بياخد بيوت بتتفتح له، بيشعر زي ما قال الرسول بولس: ما كان لي ربحا
مش قد حسبته بقى شيء عظيم وسبته، لكن ما كان لي ربحا فقد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل الأشياء أيضا خسارة لأجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله قد خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. بياخد المسيح بياخد معاه 100 ضعف تعويض عن كل شيء. فبعد كده بقى ابتدى، كانوا صاعدين في إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحارون وفيما يتبعون كانوا يخافون جدا. يقول لنا الكتاب وهم متحيرين أخذهم يسوع. حقيقة الحتة دي خصام حتة في غاية الجمال. أخذ الاثنى عشر وابتدأ يقول لهم، الوقت الصعب اللي داخل عليه الرب أصعب وقت في حياته على الأرض، وهو عايز الناس اللي بيحبوه تلاميذه وأقرب ناس ليه، الناس اللي مشوا معاه 3 سنين اللي تمتعوا بيه اللي شافوه وأكلوا من إيده وشافوا معجزاته، جاي وعايز يقول لهم على مشاعره وعلى ألامه، عايز يقول لهم اللي هو داخل عليه وهو عارف كويس قوي تفاصيل اللي داخل عليه. فيقول لهم، ابتدأ يقول لهم عما سيحدث له، ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيعملوا إيه؟ فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به. صعب قوي، صعب قوي كانت على نفسية الرب. الرب له كل المجد العظيم المخدوم من الملائكة، بيقول إنه حيسلم إلى أيدي الأمم، وبيحكي لتلاميذه أقرب ناس لي إنه حيهزأوا بي، هيستهزأوا بي وهيسخروا منه ويجلدونه ويتفلون عليه. صعب قوي الكلمة دي، ما اعتقدش إنه كتير مننا ومن أعزائي المشاهدين جربوا إنه حد يتفل عليهم، لكن سيدنا له كل المجد، مكتوب عنه وجهه عن العار والبصق لم يستر. وكانت حاجة، يعني كانتش حاجة سهلة أبدا على الرب الألام النفسية الرهيبة اللي هيتعرض ليها. يعني الألام الجسدية أكيد كانت بشعة ورهيبة جدا، لكن الألام النفسية من الاستهزاء والتفل كان بيكلم تلاميذه عنها وبيقول لهم قد إيه كانت هتبقى حاجة مؤلمة وصعبة على نفسيته، وفي الآخر يقتلونه وفي اليوم الثالث يقول. أنا بحس إنه الرب كان جاي يقول لهم، أنا عايز أقول لكم اللي هتعرض ليه علشانكم، أنا عايز أحكي لكم التكلفة الرهيبة اللي هدفعها علشان أنقذكم وعلشان يعني أديكم المقام الرفيع والمقام السامي اللي أنا نفسي أديه لكم. نلاحظ إن في ترك على مستويين. اللي بيعبد المسيح بيترك على مستويين، على مستوى الأشياء وعلى مستوى الأشخاص. يعدد المسيح 8 حاجات ممكن تترك في سبيل معرفته. على مستوى الأشياء بيتا أو حقولا، على مستوى الأشخاص إخوة أخوات أبا أما امرأة أولادا. لكن يا رب اللي قبلك، وفي الحقيقة الناس اللي بتيجي للمسيح ولا سيما من دوائر تانية غير المسيحية فعلا بيعانوا هذا الكلام، بيعانوا الترك. بتلاقي ممكن أب يتنكر لابنه لأنه عرف المسيح، بتلاقي ممكن يحرم من الميراث، بتلاقي ممكن عيلة بحالها بتتبرأ من هذا الشخص، فيترك أشياء ويترك أشخاص. لكن هل هناك تعويض؟ نعم، في تعويض، في تعويض على مستوى الحاضر وفي تعويض على مستوى الأبدية في المستقبل. على مستوى الحاضر بيقول الرب كده يأخذ 100 ضعف. أعتقد البنوك يعني لما تعمل فايدة كبيرة للودايع تقول لك 10% 12%، لكن هنا الفايدة 10 ولا 12، 100 ضعف. الضعف يعني 100%، لكن لو قلنا 100 ضعف اضرب 100 في 100 يعني 10,000 ضعف. 10,000%. صحيح. طب ازاي يا رب هتعوض عن واحد ترك الاب او الام او الاخ او الاخت او الابنه؟ عن طريق ببساطه لما يقبل المسيح بيوت كتيره بتتفتح له، بيجد في عائله الله شيوخ بيعوضوه عن الاب، بيجد اخوه واخوات بيعوضوه عن اخوته واخواته وهكذا. لكن الجميل مش بس ان المكافاه في الوقت الحاضر، لكن المكافاه في الابديه. لما بيقول الرب في الدهر الاتي الحياه الابديه، صحيح أعطانا الحياة الأبدية وإحنا هنا على الأرض، أنا أعطيها حياة أبدية،
لكن التمتع الكامل بالحياة الأبدية هيكون لما نوصل للسماء. عارف خادل، أنا بفهمها مش 100 ضعف عدديا. أنت عارف العملة أحيانا بيصيبها التقادم، يعني 100 جنيه النهاردة مش زي جنيه مثلا من أيام جدادنا أو أبائنا. لكن هو عايز يقول اللي أنت سبته دوت يعمل لك إيه؟ أنا عندي استعداد أعمل لك 100 ضعف اللي كان هيعمله لك، لأن بس حد يظن أنه لو راح أدى لرب 100 جنيه هيجي له 10,000 حاجات زي كده، يعني يخش في مساومة مع الرب. لا، هي مش كده خالص، يدي لك اكتفاء بالمقدار دوت. يعني اللي زي ما بيقول بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. يعني مش اللي تعمله الفلوس، مش تعمله الممتلكات، مش اللي يعمله أب ولا أم ولا ولا ولا، لكن أنا اللي أعمله لك 100 ضعف اللي يقدر يعمله لك كل الناس. صحيح، من خلال انتسابه للعائلة الجديدة، عائلة أولاد الله، هو ده التعويض بما الضعف اللي قصده المسيح. لكن في شيء يعني لازم نتوقف عنده بإعجاب، نرفع قبعاتنا للوحي المقدس. لما بيقول هنا سرد لنا، زي ما حضرتك قلت 8 حاجات سردهم، والمئة ضعف برضو كررهم، بس أيوه. حاجتين ميسنج، حاجتين ما ظهروش. ايه هم الحاجتين اللي ما ظهروش؟ يقول ليس احد ترك بيتا لا هياخد 100 ضعف، اخوة 100 ضعف، اخوات 100 ضعف، ابا سقطت ما قالهاش. ليه؟ لان ما عندناش 100 اب، احنا ما عندناش غير اب واحد بس. صحيح. ومطلوب مننا ان لا ندعو لنا ابا على الارض. عشان كده مش صدفة، مش اي كلام، لكن الاب ما جاش، الام ياخد امهات. بولس قال سلموا على روفس وعلى امه التي هي امي، التي هي امي، بقت ام ليه مع انها ام روفس، لكن بقت ام. زي ما انت قلت البيوت بتتفتح وبنلاقي شيخات اعتبرونا زي ما نكون احنا ولادهم. وبعدين يقول او امرأة لما جاتش برضه، ما فيش 100 زوجة عندنا. صحيح. ولا 5 ولا 3 ولا 2. طب دي اي حاجة؟ لا، ده كلام الله اللي زي فضة ممحوصة في بوطة في الارض 7 مرات ما تخرش، ما فيش غلطة. اولاد ياخد 100 ضعف اولاد. حقول لاجلي، وبرضو مرة تاني يقول ولأجل الإنجيل. احنا سمعناها قبل كده في أصحاح 8 لما بيقول من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل، ودي ما تجيش غير في مرقس، وهنا من أجلي ومن أجل الإنجيل. وأول آية بدء إنجيل يسوع المسيح، عدد 15 أو 16 من أصحاح 1، توبوا وآمنوا بالإنجيل. آخر آية اكرزوا بالإنجيل، الإنجيل له مكان بارز في إنجيل مرقس. ولا حد يفتكر ان الحياة مع المسيح هتبقى حياة وردية، يضيف أيوه. تعبير مهم قوي مع اضطهادات. ايوه، وهب لكم من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا ايضا من اجل اسمه. عايز اقول كمان انه رب يسوع هو الشخص الوحيد اللي قال لأتباعه انه في العالم سيكون لكم ضيق. الشخص الوحيد اللي بيقول لأتباعه هتاخدوا كتير، هتيجوا ورايا هتحتقروا كل اللي خسرتوه وهتكتفوا بكل اللي انتوا اخدتوه، لكن عايز اقول لكم الحقيقة هتاخدوا اضطهادات. برضو الجزء دوت يعني يرد على بعض الافكار اللي بتتكلم عن الحياة مع الرب. ساعات كتير قوي في فكر في المسيحية بيقول ان الحياة مع الرب لا، خلي بالك انت هتتعب وانت هتعاني في العالم من حرمان ومن ضيق ومن صعوبة شديدة، وبعدين لما تروح السماء إن شاء الله هيبقى يعوضك. لكن الرب يسوع هنا بيقول بمنتهى الوضوح، بيقول إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان. مهم قوي نعرف إنه الحياة مع الرب فيها متعة وفرحة وتعويض أضعاف أضعاف الآن في هذا الزمان. المسيحية مش بتقول للشخص اللي عايز يتبع الرب تعالى معلش هتدعب وهتعيش في حرمان وهتعيش في ألم وهتعيش في اضطهاد. الفكر ده للأسف بيبعد ناس كتيرة قوي عن طريق الرب، لكن بالعكس، ده انت تعالى هتتمتع مع الرب باللي ما يتمتعش بيه أي حد، هتاخد 100 ضعف عن كل اللي سبته، هتشعر بالاكتفاء زي ما حضرتك قلت، لكن في نفس الوقت هتتمتع بالحياة الأبدية بصورة أعظم بكتير قوي من أي حد تاني خد مجرد الحياة الأبدية. لكن التمتع بالحياة الأبدية مش كل المؤمنين على ذات القياس. بالضبط. على قد ما المؤمن يجاهد ويتعب لأجل الرب،
على قد ما يكون في الأبدية درجة التمتع بالحياة الأبدية. مش كده المسيح يقول آية مهمة قوي، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين. فماذا يكون لنا؟ بعد أن رأى ما قاله الرب للشاب الغني وتعليقه على دخول الأغنياء ملكوت الله، أدرك بطرس مغزى تعليم المخلص، فعرف أن الرب كان يقول أترك كل شيء واتبعني. وقد أكد الرب ذلك بوعده بمكافأة زمنية وأبدية للذين تركوا كل شيء من أجله ومن أجل الإنجيل. 1. المكافأة الحالية هي 100 ضعف، أي 10,000%، ليس في المال فقط بل في بيوت، بيوت آخرين تقدم كمسكن لخادم الرب، إخوة وأخوات وأمهات وأولاد، أي الأصدقاء المسيحيون الذين تغني شركتهم حياة الإنسان، حقول أو أراضي في العالم للمسيح الملك، اضطهادات، وهذا جزء من المكافأة الزمنية وهو موضوع فرح لمن يجد نفسه مستأهلاً لأن يتألم لأجل يسوع. 2. المكافأة المستقبلية هي الحياة الأبدية، وهذا لا يعني أننا نكتسب الحياة الأبدية بتركنا لكل شيء، فالحياة الأبدية هبة بنعمة الله. فالفكرة هنا هي أن الذين يتركون كل شيء ستكون مكافأتهم قدرة أعظم على التمتع بالحياة الأبدية في السماء. سينال كل المؤمنين تلك الحياة، ولكن لن يتمتع الكل فيها بالدرجة نفسها. على أن ربنا أضاف كلمة تحذير، كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين. فلا تكفي البداية الحسنة على طريق التلمذة، بل المهم هو النهاية. فليس كل من يعد بأن يتبع الرب بأمانة وتكريس يكمل في طريق إنكار الذات من أجل اسم المسيح. كذلك فإن بعض الذين بدا أنهم متراجعون وكان تكريسهم مشكوكاً بأمره يثبتون إنكار النفس الحقيقي في ساعة التجربة. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريداني أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد له. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا
يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. أخي يوسف، شكل الإنسان ما بيتعلمش، يعني يتكرر الدرس مرة والتانية والتالتة، مش على التلاميذ بس، علينا احنا أكتر. يعني هم لسه شايفين الرب بينتقد فكرة مين الأعظم ومين الأكبر، ولسه سامعين الرب بيقول لهم إن الأموال مش قصة والمركز مش قصة، ولسه شايفين الرب بيقول لهم في تعويض، ومع ذلك جالوا ابني زبدي بطلب يعني حسيبك تعلق عليه بقى في الأعداد من 35 ل 45. يعني الكلام مش بس إنه يغيظ، إنه تقال في أصحاح 9 وتكرر في أصحاح 10، لكن زي ما نفهم من لقى 22 في ليلة الألم وهم برضو بينهم مشاجرة من منهم أعظم. هنا تقدمت إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي. في إضافتين في إنجيل متى أصحاح 20 مهمين قوي، لما يجي يقول حينئذ تقدمت أم ابني زبدي. حينئذ يعني الرب لسه بيتكلم عن آلامه، يهزأ به، يدفل عليه، يصلبونه. في الوقت ده جيت تقول له أنا عايز منك حاجة. هنا يقول أنه تقدم إليه يعقوب ويوحنا، وهناك الأم، فيبدو أنهم اتفقوا إحنا هنبتدي وانت كملي، أو العكس انت ابتدي وإحنا ندخل. كل تفكيرهم إيه؟ مين الأعظم؟ مين اللي يبقى على اليمين ومين اللي يبقى على اليسار؟ المسيح في ذلك الوقت لو كانوا بيدرم كانوا بيقول أنا رايح للصليب وحتصلب بين للصين، لكن مش واحد منكم عن يمين واحد عن يساري، أنا رايح للصليب. لكن كل تفكيرهم في العظمة. فالرب قال لهم هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها؟ إيه الفرق بين الكأس والصبغة؟ الكأس الشيء بيدخل داخلي، ألام داخلية. الصبغة أنا بتنقع فيها، يعني ألام خارجية. يعني المسيح كان رايح لآلام داخلية رهيبة وآلام خارجية رهيبة. تقدروا عليها؟ طبعا هم قالوا نستطيع، وهم ما يدلوا انهم مش فاهمين حاجة ابدا، قالوا نستطيع. قالوا طيب دي اذا كان على دي سهل، هتصطبغ بالصبغة، هتشربوا الكاس. طبعا مش الآلام الكفارية، فهذا وقف على المسيح. اما الجلوس عن يمينه وعن يسار برضو مش هديه لكم، لان دي مش في ايدي انا، لكن الآب جعل هذا الامر، فلا أستطيع أن أعطيه إلا لمن أعد لهم. العشرة مش أفضل، يعني التلميذين هنا واضح الجسد فيهم، العشرة مش أحسن، لأنهم لما سمعوا اتغاظوا، اشمعنا دول اللي هيبقى واحد عن يمين؟ برضو مش فاهمين أي حاجة. فالرب اضطر بقى يتدخل ويشرح لهم، أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم. مش عيب انك تبقى عظيم، بس المطلوب انك تبقى عظيم بالاسلوب الالهي. ايه هو الاسلوب الالهي؟ عايز تبقى عظيم؟ من اراد ان يكون فيكم عظيما يكون لكم خدما. اخدم تبقى عظيم، اخدم. مش لا، في ناس برضو هي بتخدم عايزه تبقى برضو، لا، اخدم اخدم وانت تبقى عظيم. المسيح قال انا بينكم كالذي يخدم، اخدم. لا انا مش عايز ابقى عظيم، انا عايز ابقى الاول. مش عيب، ممكن تبقى الأول برضو. إزاي؟ ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون لكم أقل من خادم بقى. الخادم برضو ليه شوية حقوق، لكن يبقى ليكم عبد. عايز تبقى عظيم أبقى خادم، عايز تبقى الأول فيش مانع أبدا، بس أبقى عبد للقديسين. بولس كان كده، قال نحن عبيد لكم من أجل يسوع، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. الرب رفض الطلب والتلاميذ اللي باين يتغاظوا. ما لو كان قبله كان حصل ايه؟ لو كان قبله كان يوحنا ويعقوب نفسهم اتخانقوا مين اللي على اليمين ومين على الشمال. صحيح، الجسد وحش. صحيح. اعتقد ان دي واحدة من ثلاث غلطات يسجلها الكتاب ليوحنا الحبيب. في الحقيقة انا شخصيا بحب يوحنا الحبيب قوي، بعزه. الرب كان بيحبه. الرب بيحبه، رسول المحبة. أي. وإناء من آنية الوحي. بس الكتاب قاصد يسجل لنا الثلاث ضعفات ليوحنا. نقرأ عن واحدة منهم في مرقس 9، رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك وليس يتبع معنا فمنعناه
رب قال لهم لا تمنعوه. الثانية هنا اللي حضرتك أشرت إليها يا أخ يوسف، يكون واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. الغلطة الثالثة اللي وقع فيها يوحنا نقرأ عنها في لوقا 9:54، لما مدينة للسامريين رفضت قبول المسيح، طلب يوحنا ويعقوب من الرب طلبة عجيبة قوي، يا رب أتريد أن نطلب أن تأتي نار من السماء فتأكلهم؟ وكان رد المسيح لستما تعلمان من أي روح أنتما. وقصد الكتاب يسجل الثلاث غلطات ليوحنا وفيها حاجات شارك فيها يعقوب، علشان العينين ما تتحطش على يعقوب ويوحنا، لكن العينين تثبت على المسيح وحده اللي ما فيهوش خطية، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. عايز أقول إنه الوقت دوت كان وقت صعب جدا زي ما أشرنا قبل كده على الرب يسوع. الحقيقة إنه كان بيكلم التلاميذ بتوعه لأنه كان منتظر، زي ما قل لنا الكتاب انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد، كان منتظر إنهم يعني يفهموه يحسوا بيه. بس الرب يسوع كان من ضمن ألامه اللي كان بيتألم بيها، مش بس في الوقت ده لكن طول الطريق، إنه كان ما بيلاقيش حد يفهمه. شيء من أصعب الأشياء إنه حد يكون عنده فكر وعنده كلام وعنده تعليم ومش لاقي حد، حتى أقرب الناس لي اللي عايشين معاه مش قادرين يفهموه. مش المرة الأولانية اللي ما يفهموهوش التلاميذ، لكن في نفس الإنجيل في أصح 9 زي ما أكيد سبقت الإشارة وتم دراسة الجزء، لما دخلوا السفينة وابتدى يكلمهم يقول لهم تحرزوا من خمير الفريسيين والهيرودسيين، بصوا عليه وابتدوا يفكروا في الخبز، قال لهم ألكم عيون ولا تبصرون؟ ألكم آذان ولا لا تسمعون؟ ألا تفهمون؟ أهكذا قلوبكم غليظة؟ كان شيء مؤلم عليه جدا أنهم مش قادرين يفهموا. قال لهم ده أنا بعد ما أكلت قدامكم 5000 وشلتوا بإيديكم الأفف اللي أنتوا اللي فاضت، وبعد ما قدمت 4000 وشلتوا بإيديكم السلال اللي فاضت، ليين قلقانين على هتاكلوا إيه وأنتوا في محضري؟ وكأنه عايز يقول لهم ده أنا اللي مكتوب عني أمامه شبع سرور. لكن هنا في موقف كان أصعب وأقصى، هو بيقول لهم على ألامه وهم مشغولين إحنا هناخد إيه منك. للأسف للأسف كتير قوي حتى إحنا كمؤمنين في صلواتنا بيبقى اهتمامنا من الرب هتدينا إيه. إحنا عاوزين ستر، إحنا عاوزين صحة، إحنا عاوزين نجاح، إحنا عاوزين ولادنا يبقى ظروفهم كويسة. طب وأموري وأنا مشغوليتي وأنا جسدي اللي هو الكنيسة وأنا خدمتي؟ لا، أنا كتير قوي أخش للرب وأبقى طالب منه لنفسي ولعيلتي. قد إيه الرب بينتظر أن أفكر فيه وبينتظر أني أتشغل بأموره. عدد 45 في الحقيقة مهم جدا، يعتبر مفتاح للإنجيل، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثير. لو أردنا آية مفتاحية للإنجيل هذه الآية مرقس 10:45، ونقدر نقسمها قسمين، إن من أصحاح 1-10 من الإنجيل ابن الإنسان أتى ليخدم، ومن أصحاح 11 إلى آخر الإنجيل يبذل نفسه فدية عن كثيرين. لكن أنا عايز أتوقف عند كلمة يبذل نفسه فدية عن كثيرين، وأقارنها بالآية اللي جت في تيموثاوس الأولى أصحاح 2:6، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هو كثيرين ولا الجميع؟ ولا الجميع هم الكثيرين؟ ولا إيه بالضبط؟ لا، في الحقيقة في اختلاف في الكلمة وفي اختلاف في الدائرة اللي استفادت. هنا بيتكلم عن كثيرين، فدية عن كثيرين. الكلمة في اليوناني تختلف عن كلمة اللي جت في تيموثاوس الأولى 2:6، بذل نفسه فدية لأجل الجميع. أقدر ببساطة أقول إن لأجل الجميع بتتكلم عن الكفارة، لأن كلمة الفدية أو الفداء تعني أمرين، كفارة ونيابة. نيابة صحيح. الكفارة عن الجميع، وعشان كده بيقول كده إنه بذل نفسه فدية لأجل الجميع. لكن الفدية بمعنى النيابة عن كثيرين، ومن هم هؤلاء الكثيرون؟ المؤمنين. إنهم المؤمنون، كما أظهر مرة ليرفع خطايا كثيرين، الكثيرين هنا المؤمنين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ابن الإنسان لقب كان يحلو دائما للمسيح أن يعرف نفسه به، حيث ذكر في الأناجيل 72 مرة جاءت كلها على لسان المسيح.
إلا مرة واحدة حين سأل الجمع المسيح: من هو هذا ابن الإنسان؟ من الشائع بين الكثيرين أن لقب ابن الإنسان يشير إلى المسيح كإنسان بنفس الطريقة التي يشير بها لقب ابن الله إلى لاهوته، لكن هذا ليس تعريفاً دقيقاً، إذ يشير المسيح إلى نفسه كابن الإنسان بالارتباط بأعمال وصفات لا تخص فقط الناسوت بل شخصه كالله الظاهر في الجسد، فهو يقول مثلاً: إن الآب أعطى الإبن سلطاناً أن يدين لأنه ابن الإنسان، وإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً. وعن ظهوره بالمجد يقول: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. ولكن المسيح كان يلقب نفسه بابن الإنسان ليعلن محبته وتعاطفه وارتباطه بالإنسان، وهو الذي ارتضى أن يتجسد ويأتي في الهيئة كإنسان ليكون فاديه ومخلصه معلناً، لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، وأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فما أمجده. وجاءوا إلى أريحا، وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر. وتبع يسوع في الطريق. أخ عادل، ما تبقى من الأصحاح معجزة من المعجزات المميزة بتاعت المسيح، ادينا فكرة عنها. هذه المعجزة تتكلم عن إعطاء البصر لبرتيماوس الأعمى، وبرتيماوس واحد من 7 عميان شفاهم المسيح. يعني نقرأ عن أعميان في متى 9، عن مجنون أعمى في متى 12، عن أعمى في بيت صيدا في مرقس 8، عن مولود أعمى في يوحنا 9، ونقرأ عن أعميان في مرقس 9، منهم الرجل بتاعنا اللي هو برتيماوس الأعمى. برتيماوس الأعمى موجود في مدينة هي مدينة أريح، والمدينة دي في كلمة الله نعرف أنها ارتبطت باللعنة، لأن في نبوة قديمة قالها يشوع: ملعون الرجل الذي يبني أريحة ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. لكن مع أنها مدينة ملعونة، لكن في 3 شخصيات لامعة، واحدة في العهد القديم واثنين في العهد الجديد، تميزوا بأنهم قبلوا نعمة ربنا ونعمة ربنا غيرته. راحاب، وهي واحدة من الأسماء التي سجلت في سحابة الشهود في العهد القديم، وعندنا الرجل اللي قدامنا برتيماوس، وعندنا زكا العشار. بيقول لنا الكتاب ان الرب كان مجتاز قريب من أريحة، وبعدين سمع الراجل برتيماوس الأعمى ان يسوع مجتازا، وبعدين يقول لنا الكتاب ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. ميزة برتيماوس الأعمى انه استغل الفرصة الوحيدة التي اتيحت له، لأن لا نقرأ بعد هذا الأصحاح أن الرب رجع إلى أريحة مرة أخرى، فصرخ بملء القوة: يا يسوع ابن داود ارحمني. لكن في الحقيقة بنجد مباينة كبيرة جدا بين قلب المسيح وقلب الإنسان، لما يقول لنا الكتاب بعد كده في عدد 48: فانتهره كثيرون ليسكت،
ودي مش المرة الوحيدة اللي بيبان فيها أدي قلب الإنسان قاسي، لكن في أكثر من مرة. على سبيل المثال لما جم الأولاد للمسيح، نقرأ إن التلاميذ انتهروا من الأولاد. لما جات المرأة الكنعانية اللي عندها ابنة مجنونة جدا، نقرأ إن التلاميذ انتهروها، اصرفها لألا تصيح وراءنا. لكن يا سلام، الرب يختلف كتير جدا قلبه عن قلب التلاميذ. قلبك كله حنان زي ما قال المرنم. هم حبوا يسكتوا الراجل، انتهروه ليسكت، لكن كأنهم بيشجعوه إنه يصرخ أكتر، فصرخ أكثر كثيرا. ولما صرخ أكثر كثيرا، عشان مش عايز ضيع الفرصة، تيجي كلمة في قمة الجمال: فوقف يسوع. عجبنا التعليق اللي علق واحد من الأحباء لما قال إذا كان يسوع في يومه صلى فاستطاع أن يوقف الشمس في كبد السماء، لكن هذا المسكين البائس اللي في احتياج لما صرخ كثيرا أوقف مش الشمس، لكن أوقف خالق الشمس. لما سمع أن يسوع مجتاز، بتفكرنا بنازفة الدم سمعت بيسوع فجاءت. وهنا سمع، في مش كل اللي سمع استفاد. أيوة. في أعمال 17 حكماء أثينا سمعوا، ولما سمعوا أخذوا موقفين. كان البعض يستهزئ والبعض قال له سنسمع منك عن هذا أيضا، يعني أجل. الراجل ده ولا استهزأ وإلا كانت ضاعت عليه، ولا أجل وإلا ما كانش شافها، لأن المسيح عد على أريحة ومنها على أورشليم وانتهت الرحلة بتاعت المسيح. وعشان كده الراجل ده بإحساس أنها فرصة لن تتكرر، كان كل ما يقولوله أسكت كأنهم زي ما حضرتك قلت كأنهم بيقولوله صرح علي صوتك شوية، فكان يصرخ أكثر كثيرا كثيرا: يا يسوع يا ابن داود. حلوة دي، يا يسوع يا ابن داود. شو وراك أنه ابن داود؟ وكلمة ابن داود يعني المسيح، والمسيح بيد البصر، لأن دي واحدة من ضمن الحاجات اللي اتقالت عن المسيح أنه بيد البصر للعميان. أنا هفوتها إزاي؟ يا يسوع يا ابن داود. يعني علماء الدين ورجال الدين في أورشليم ما عرفوش الحكاية دي، والرجل الشحات الأعمى بؤس مركب اللي جالس على الطريق في مدينة ملعونة أحسن يوبخ رجال الدين اللي في أورشليم اللي مش عارفين إن يسوع هو ابن داود، ونال ما أراد. أنت عايز أعمل لك إيه؟ يا سيد أن أبصر؟ فقال له أبصر، فأبصر وتبع الرب في الطريق. أنا بشوف كمان إنه الرجل دوت بيمثل كل إنسان عايش في الخطية، كل إنسان عايش في الظلمة، زي ما قال الرسول بولس: كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. كان شخص عايش في الظلمة وكان مش راضي عن حالته، كان تعيس جدا، بس سمع عن النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. سمع وكان فيه معوقات كتيرة قوي، معوقات فقره، معوقات إنه شحات، معوقات الناس اللي يقول عنهم في مكان آخر انتهره المتقدمون، الناس اللي حوالين المسيح. وللأسف ساعات كتير قوي الناس اللي قريبة من الرب يسوع بدل ما تدعو الناس ليه، للأسف بتكون سبب في إنها تبعد الناس عنه. لكن الشخص اللي حاسس بتعاسته، حاسس بخطيته، حاسس بالظلمة اللي هو عايش فيها، وأتمنى أنه يكون في حد بيسمعنا النهاردة شاعر بده، شاعر أنه يمكن حياته شكلها حلو، يمكن ظروفه كويسة، لكن هو تعيس ومش فرحان وحاسس أنه حياته ظلمة وأنه قلبه مظلم ومش مش مش مبتهج. النهاردة الرب يسوع لسه بيعدي وبيمر في كل على كل إنسان، وزي ما مر على الراجل دوت، وزي ما كانت زي ما سمعنا ممكن كانت الفرصة الأخيرة، ممكن يكون النهاردة آخر فرصة لأي إنسان عليه أنه يغتنمها. الرجل ده لقى الفرصة واغتنمها بشدة، وما وقفتوش العوائق، ما وقفهوش حتى اللي قريبين من رب، لكنه ازداد صراخا. وكانت النتيجة الكلمة الحلوة اللي اتقالت له: ثق قم هوذا يناديك. قد إيه شيء رائع أني أسمع الصوت. وقف الرب كل حاجة عشان شخص بيصرخ من قلبه في احتياج شديد، وقف كل حاجة وقال له: خلاص انت مادام ناديت عليا ثق، خلي عندك الثقة، خلي عندك اليقين. وهي دي طريق نوال الخلاص: شعور بفسادي بضعفي، توبة حقيقية، انا منفعش، انا ما استاهلش، لكن انا محتاج رحمة، يا ابن داود ارحمني. وبعدين الخطوة التانية الإيمان: ثق، خليك واثق في كفاية شخص المسيح يسدد كل الاحتياج، والأهم من الاحتياجات الزمنية إنه يسدد الاحتياجات الاحتياج الروحي.
مش بس ينور العينين لواحد عينيه عمية، لكن ينور القلب لواحد قلبه مضلل. تعجبني أول كلمة اللي تيجي في عدد 50، فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. وهذا الرداء يمثل رداء البر الذاتي. وأكثر الحاجات اللي بتعطل إن الواحد يقبل المسيح البر الذاتي. في لوقا 18 الفريسي دخل للهيكل يصلي ووضح قوي بره الذاتي، أشكرك لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات إلى آخره. ما لم يتخلى الإنسان عن البر الذاتي مش هيقبل المسيح مخلص. فكرنا بواحدة حلوة كمان في يوحنا 4، قبلت المسيح فتركت جرتها. تسيب الجرة ليه؟ ما انت جاي علشان تملي مية. كانها قالت خلاص أنا مش محتاجة المية دي، هو رواني وشبع قلبي، ادان المية الحلوة، لو طلبتي أنت منه لأعطاك ماء حي. رجل محترم جدا، شحات أعمى بس محترم. في الأصحاح ده في ثلاث شخصيات، يمكن ده أكثرهم بؤسا بحسب الجسد. الوسطاني نمرة 2 بحسب الجسد. الأولان ده كان أحسن واحد، الشاب الغني. بس الشاب الغني قال له اترك، قال له افتح الله إلا كده. جي بطرس أحسن شوية من الشاب الغني، قال له احنا تركنا كل شيء وتابعناك، قل لنا هيبقى لنا ايه. قال له انت تركت ايه يعني. طب الراجل ده بقى ترك كل شيء بس ما وعيرش ربنا، تبع الرب. يمكن روح يقول ما هو ترك ايه الغلبان ده، ما يدوبك جبة. بس في الحقيقة الراجل ده بيفكرني بشاول الطرسوسي، الشاب المحترم اللي كان عنده رداء مفتخر. نرى عنه في فيليب أصحاح 3، أنا فريسي، أنا عبراني، أنا من سبط بنيامين، أنا مختوم في اليوم الثامن، أنا من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة. من أجل المسيح خسر. أهو ده بقى شاول الطرسوسي طرح الرداء. الراجل ده طرح الرداء الأعمى، ما نقراش أنه رجع له تاني. وأنا بتهيألي أنه مليان من برغيته، يعني حاجة يعني فكرك الرداء بتاع الشحات ده. بس المهم هو أعمال برنا هي إيه؟ طب وأفضل يعني مش أعمال نجاستنا شر، لكن أعمال برنا خرق نجسة. صحيح. فهو رمى الخرق النجسة وما رجع لهاش، وبولس الرسول رمى الخرق النجسة وما رجع لهاش. ويا بخت كل واحد يرمي أي حاجة غير آسف عليها، لأنه نال المسيح اللي هو كل شيء. هو يعني تطبيقا عملينا أخي يوسف، الرداء ده أغلى حاجة عنده، ده أي شحات ما عندوش غيره. صحيح. ومع أنه أغلى حاجة بس مش أغلى من خلاص نفسه. هو حرفيا طرح الرداء، بس روحيا ربنا لبسه رداء تاني، ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. لكن كمان جميلة لآخر كلمة في الإصحاح، وتبع يسوع في الطريق. لا يمكن الإنسان بعد ما يتقابل مقابلة حقيقية مع الرب يسوع، لا يمكن بعد ما تحصل المعجزة والولادة الجديدة وبعد ما عينه وقلبه ينور بوجود المسيح، لا يمكن يفضل في نفس الطريق اللي فيه، لازم يتبع يسوع في الطريق. وعشان كده مهم جدا لكل شخص بيقول أنا فعلا اتقابلت مع المسيح يشوف هو ماشي في أنهي طريق. يقول الرسول يوحنا، إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، لو رجعنا تاني للظلمة اللي كنا عايشين فيها نضل أنفسنا وليس الحق فيه. الرجل المحترم ده سمع أنه يسوع الناصري، لكن لما صرخ يا يسوع يا ابن داود، هو في نظر الناس ناصري، محتقر من الناس، مخزول من الناس، حجر مرفوض من الناس، لكن في نظر الإيمان مختار من الله كريم. في ناس شايف المسيح أنه ناصري وأتباعه نصارى، لكن عايز أقول أنه هو الملك. عزيزي المشاهد، طرح برتيماوس الرداء لألا يعيقه عن الوصول إلى يسوع. وأنا أسألك، إيه هو الرداء اللي في حياتك معطلك عن الوصول للمخلص؟ ممكن تكون عادة، ممكن تكون علاقة، ممكن تكون ممتلكات، ممكن تكون أنت تعرف. لكن دعني أقول لك، ما هي غلاوة أي شيء أمام نفسك التي قال عنها المسيح، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ليتك تطرح كل رداء وتأتي بإيمان للرب يسوع طالبا منه الشفاء من داء الخطية العضال، فتنال الخلاص والراحة والسعادة مع شخص ربنا يسوع المسيح. أشكركم على وجودكم معنا في الاستوديو، واستودعك عزيزي المشاهد لنعمة الله، على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، والرب معكم.